جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كنت في يوم من الأيام بقرب المسجد، وكان الوقت صلاة الجمعة، ولم يكن معي وضوء ولم أجد ماء حتى أتوضأ، فصليت على حالي مع الجماعة، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، ما دمت في بلد والماء متوفر فيه فإنه لا يجوز لك الصلاة بدون وضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وشرط في إباحة التيمم أو في مشروعية التيمم عدم وجود الماء. وما دمت أنك في بلد الماء موجود لكن يحتاج منك إلى بحث وسؤال، فلا يجوز لك ترك الوضوء، الصلاة بدون وضوء.